فيلسوف الألماني الملحد والمضطرب، طبعاً مضطرب في آرائه في حياته، حياته مجرد حلقات اضطراب انتهت بغيبة العقل والدخول في ظلام الجنون أيها الإخوة. نيتشه كان يصرخ مستغرباً، لماذا لا يتنبهون؟ لماذا تشارلز داروين نفسه لم يتنبه؟ لماذا لم يذهب مع نظريته إلى آخر شوطها ويعلن أنه لم تبقى بعد حاجة إلى الله، إلى فرضية الله، انتهت هذه الفرضية؟ لماذا؟ لأن آلية الانتخاب الطبيعي التي أيها الإخوة تفسر لنا الاستنواع، الاستنواع ظهور نوع من نوع، تخلق نوع من نوع، وإن في عشرات ألوف وأحيانا في ملايين الأجيال، ملايين السنين، ما في مشكلة. إذا لم يعد الله موجودا لا نحتاجه، لا نحتاج فرضية وجود إلا الكون يوجد نفسه من نفسه، الكون يطور نفسه من نفسه. طبعا الملاحدة إلى اليوم مستمسكون مستعصمون بشدة ووثاقة وحماس بالغ بهذه، ماذا أقول، بهذه الفرضية، بهذا الأسلوب من التفكير، ويرون فعلا أنه سد ضربة قاسمة للعقيدة الإلهية، للاعتقاد في الرب الخالق الموجود الراعي للكون. قال لك ما في داعي على الإطلاق، مجرد بداية من خلية وحيدة، من خلية وحيدة. طبعا لا يسألون كيف بدأت، وهذه معضلة كبيرة جدا جدا، ستعيدهم إلى مربع ماذا؟ المعلومات. تقول لي خلية وحيدة يعني دي ان اي، ما في، كيف معناها؟ كيف حصل؟ من أين حصل؟ ما في، دخلنا إلى القانون، إلى المعلومات. قال لك لا، هذه إحنا نتجاوز عنها. داروين نفسه يقول لك أنا ما بحثش فيها، ماليش علاقة بها. ومرات لأنه شعر بالحرج، بثقل الحرج، قال لك أنا لا أنكر وجود الله، بالعكس أنا مفترض أن الله موجود، هو الأوجد الحياة، أعطى الدفعة الأولى، وبعد ذلك تركها لكي تتناسل ذاتياً بآلية الانتخاب الطبيعي، بآلية الانتخاب الطبيعي. غريغوري مندل النمساوي عاش معاصراً لداروين في نفس الحقبة، وكتابات ودراسات الراهب النمساوي العبقري وأسس علم الوراثة الحقيقي وصلت داروين، لكنه في الحقيقة لم يفتحها، موجودة في مكتبته لم تفتح، لم يقرأها، لو قرأها لغير ربما من موقفه قليلاً. لكن الداروينيون المحدثون في مطلع القرن العشرين غيروا وأدخلوا تعديلات أخذت بعين الاعتبار دوراً زائداً للطفرة، ميوتيشن، القفزات التي تحصل في الجينوم، تحصل في الجنوم، جنوم أي كائن، هذه الطفرات بعد ذلك يعمل عليها، يعمل عليها الانتخاب الطبيعي نيتشر سيلكشن، يعمل عليها، يستبقي ما يجعل الكائن أكثر كفاءة، أكثر صلوحية لأن يعيش وأن يزاحم وأن ينجو، to survive يعني، ويستبعد البؤر هكذا، وتنشأ الأنواع بعد فترات طويلة نسبيا أو بالمطلق. على كل حال أخذوا بهذا، أخذوا بهذا وقالوا بهذا. المشكلة يا إخواني، وقد تنبه لها العالم الجليل تشارلز داروين، وهو عالم جليل بلا شك، أنا أحترم هذا الرجل، وعالم كبير وعالم واثق وهادئ وغير مستعجل يا إخواني، وعمل بجهد جبار طيلة حياته حتى السنة الأخيرة من حياته، وبكل تواضع والله، وكان يخلو من هذه الغطرسة وهذا الانتفاخ الذي يهرب به الآن، لا أقول بعض صغار الدراونة، بعض من لا يفهمون النظرية أصلاً أبداً، كان متواضعاً، يضع في فصل كامل كبير، شابتر كبير، الصعوبات التي تواجه النظرية، صعوبات كثيرة جمة، وهو واهم بها، ويقول بكل شفافية، بكل شفافية، الطبيعة لا تتحرك بطريقة القفز الفجائي، الطبيعة لا تقفز، إنما الطبيعة تتطور بسلاسة عبر الآلية أو الآليات المينز التي ذكرتها، وفي رأس أهمها الانتخاب الطبيعي، تمام؟ هذه الطبيعة. فإن ثبت، إن ثبت أن الطبيعة قفزت أو تحدث هذه القفزات، هذا سيشكل، قال لي، ضربة قاسية جدا لنظريتي، بمعنى أنه سيشكل دعما واضحا لنظرية الخلق المباشر special creation، يعني أن الله هو الذي خلق الأنواع، مش الأنواع طورت نفسها بنفسها عن طريق random mutation، يعني قفزة عشوائية اشتغل عليها انتخاب طبيعي blind، أعمى، مثل ما يروق لتشارلز دوكنز، وألف كتباً أو كتاباً كبيراً
بهذا الخصوص. صانع الساعات الأعمى هو الانتخاب الطبيعي، أعمى. طفرات عشوائية، راندوم، عشوائية، تخيل تحدث عشوائيا بالغلط يعني. بعضها يكون صالحا، أكثرها يكون مميتا وغير صالح. الصالح منها يستبقي الانتخاب الطبيعي الأعمى. ما معنى الأعمى؟ الذي ليس لديه purpose، ليس لديه هدف، ليس لديه غاية، ليس لديه مخطط. ما في بلو برنت، ما في خطة أصلا. عجيب، ما في خطة، هذا أعمى وهذه عشوائي. ويخرج لنا كل هذا، قال لك هكذا تعمل الأمور، جيد. ولديهم قدرة إقناعية كبيرة، انتبهوا. إذا تعمقتم النظرية، هذا لديه قدرة إقناعية كبيرة، لكن هناك معضلات علينا أن نواجهها، بالأحرى عليهم هم أن يواجهوها. هذه المعضلات معضلة أخرى أشار إليها داروين، الذي عاصر أيها الإخوة واطلع على معضلة السجل الأحفوري للعصر الكامبري، كامبريان إكسبلوجن سموه، اللي هو إيش؟ الانفجار الكامبري. شو قضية الانفجار الكامبري؟ أربطها بموضوعنا وندلي بدل المعلومات والتقدير وننهي الخطبة القصيرة الشتوية.